بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم حاجة جديدة طبعا، برضو من قائمة بروجكت او بروجكت ويندو. هنتعلم حاجة اسمها اللي اوت. في اللي اوت اول نوع هنتكلم عليه ان شاء الله. هنخش على اكتيفيتي مين. طبعا عارفين ان في كونستنت لي اوت، ممكن نخش من الديزاين ممكن نخش من التكست. اللي هكتبه في التكست هيسمع في الديزاين، اللي هعمله في الديزاين هيسمع في التكست. خلاص، في اول نوع في حاجه اسمها اللي اوت ويدث واللي اوت هايت، العرض والطول. وده هتلاقيه موجود اصلا كخصائص موجوده في الكونسترينت لاي اوت، لان مفيش غيرها دلوقتي. خلاص، طبعا راب كونت، في عندي راب كونتنت طبعا لما اغيرها في الخصائص بتسمع على طول معايا في الكود بتاع الاكس ام ال، وهكذا برضو في العكس. لو كتبت هنا في الكود هيسمع معايا في الايه، هيسمع معايا بره في الاتريبيوتس بيج اللي على اليمين دي. خلاص، طيب انا عايز اتعلم ايه؟ انا بس ما وريتك الاتريبيوتس بغيرها من بره في الديزاين بتسمع جوه. انا عندي الباليت دي فيها الكومون، فيها التكست، فيها الباتنز، شويه زراير، فيها الويدجتس، فيها اللي اوتس المختلفه. خلاص، فيها كونتينرز، فيها حاجات تخص جوجل زي جوجل ماب، فيها ليجاسي، فيها انا عايز استخدم ايه؟ انا هستخدم المره دي حاجه اسمها اللي اوت. في عندي طبعا انواع كتير من الكونسترين لي اوت، اللي هي الاصليه اللي موجوده اوتوماتيك من غير ما العب في البرنامج. في حاجه اسمها لينير لي اوت، في منها الهوريزونتال اللي هي تقسم الصفحه اعمده، وفي اللينير اللي هي لي اوت الفيرتيكال اللي بتقسم الصفحه الى صفوف صفوف. انا طول عايز اللي هي صفوف صفوف دي عشان ارمي كل كنترول ينزل في سطر في سطر في سطر تحت بعض. كيف الايرور دوت هيتظبط؟ رميت انا دلوقتي واقف على مين؟ على الايه، اللينير لي اوت الفيرتيكال. اول حاجه طبعا ممكن اديها اي دي زي ما انا عايز. طبعا انا هوريكم بس الكود جوه، الاقي لينير لي اوت هلاقيها ليها ويدث محدد، ليها هايت. طبعا دي بي دي هتكلم عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. في الاورينتيشن يعني شكلها ايه، معموله ايه، بالهوريزونتال ولا الفيرتيكال. كده احنا واخدينها اصلا فيرتيكال اللي هي عشان تنزل حاجات تحت بعض، لو عملتها هوريزونتال تبقى متقسمه كده. طيب لو انا عايز اغير في الخصائص زي ما انا عايز، اول حاجه لازم اظبطها بالنسبه للكونسترينت ويدجت بتاعها. فهم عامل ايه؟ سايب لها 8 دي بي من على اليمين و8 دي بي من على الشمال. محدش يقلق من الدي بي دي، وحده القياس هتكلم عليها في الفيديو اللي جاي، اقول لكم وحدات القياس اللي موجوده في الاندرويد عندنا ايه. خلاص، فانا هعمل ايه؟ هسيب من جميع الاطراف مثلا 8 دي بي كده. فايه سبيسز بس كده، مارجن اسمها مارجن. خلاص، هوامش، هسيب هوامش عشان يبقى الكلام ما احط حاجه ما تبقاش لازقه في الايه، في اطراف التكست وطالعه بره. خلاص، طبعا هنا دي الاورينتيشن برده فيرتيكال هوريزونتال اللي احنا شفناها من جوه في الايه، في الكود. يبقى انا سبت سبيسنج بس من فوق من تحت. لو دخلنا كده عشان نبص هلاقي ايه، في بقى في عندي نوت في بالنسبه طبعا هو بقى خلاص ظبط نفسه بالنسبه للاي اوت كونسترينت اللي هي بره من الباتم ومن الاند ومن الستارت ومن التوب، سيبك منها. لكن عندي لي اوت هايت ويدث هظبطها، ولكن انا ظبطته بقى اللي انا ظبطته شويه من الخصائص من شويه، اللي اوت مارجن ستارت والمارجن توب والمارجن اند والمارجن باتم كلهم سميتهم 8 بي دي بي. وحدات القياس هتكلم عليها في الفيديو اللي جاي، مش عايز حد يقلق عنها، يقلق فيها خالص، شيلها من دماغك دلوقتي. خلاص، دي مظبوطه بالنسبه للكونسترينت كلها، اللي هو البيرنت بتاعها اللي هو اللي اوت كونسترينت اللي هو محطوط في الاصل ده هيبقى جواه. خلاص، طيب زي ما انا لسه داخل، بس كان عندي الويدث وعندي الهايت معمول بالايه، ب 400 و طبعا كده كده معناها هتبقى ثابت الحجم بتاعها مش ثابت. في حاجه اسمها عندي ماتش كونسترينت، يعني هتبقى بالظبط على قد الكونسترينت اللي بره، او راب كونست على قد اللي هحطه جواها، على قد اللي هحطه جواها. انا هقول له لا، انا مثلا هختار ايه بدل ما على حد اللي احطه جواها، اقول له ماتش كونسترينت يعني قد الكونسترينت اللي بره اللي هو اللي اوت اللي بره دي. فقال لي خلاص يبقى زيرو دي بي، يعني مش محتاج انك تعمل لها عرض زياده او اقل، هو هتبقى على حسب اللي اديها بره يعني. قلت له ماشي، وبرده الثانيه برده الهايت هتبقى ماتش ايه، ماتش كونسترينت. قال لي برده هيبقى زيرو. يبقى خلاص كده انا هلزق الايه، اللينير لي اوت في الكونسترينت لي اوت اللي بره، بقى كله على قديها بالظبط. ماشي، القياسات دي هتبقى شويه هتلاقي نفسك بتستوعب. هعمل بس لون في الخلفيه في الباك جراوند، ممكن ادوس عليها كده ماشيه فين. طبعا عندي باليت الوان اقدر اختار منها زي ما انا عايز. الباليت دي طبعا ماتيريال من انواع الوان مجهزه كده في الاندرويد، ماتيريال 200 من 300 400 درجات مختلفه الالوان، بحيث انك تلاقي الوان من الباليت انت بتحبها وتبقى شغال فيها، يعني الالوان اللي هي درجات قريبه من بعضها. وفي عندك طبعا الار جي بي هنا بالارقام، وفي عندك انك تعرف تكتب الهكسا ديسمال، يعني مثلا اف 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 4 اف يديني ايه، يديني ابيض. لو انت عايز تكتب يعني شوف الطريقه اللي تريحك. كل دي طرق. هتلاقي نوت الباك جراوند اللون بتاع الخلفيه بان زي ما احنا شايفين في الايه، في الخلفيه بتاعتنا دي كده. بس كانت عباره عن ايه، بنشوف شويه خصائص كده لللينير لي اوت عشان نعرفها ونبدا ان شاء الله نشتغل عليها، ونحط بقى كنترولز ثانيه في الفيديوهات اللي جايه باذن الله.